الأم ميزت البنت عن الست رجالة. عشان هم ست رجالة. ميزت البنت، بتقول لك حماتي الله يسامحها عندها بنت وست رجالة، كتبت لبنتها كل ما تملك بيع وشراء في حياتها، وظلمت باقي اخواتها ظلم عظيم لدرجة ان الشقة اللي بنسكن فيها بنتها ليها حق امها فيها، ما هي امها كاتبه لها. وميزتها حتى في المعاملة، خلت الكل كبير وصغير تحت رجليها، برضا البنت الام ترضى، وبغضبها حتى بدون وجه حق الام تغضب، وتدعي وتطرد ولادها الرجالة اللي فيه منهم جدود. على فكرة حماتي توفت وسبحان الله بنتها عذبتها بمعنى الكلمة قبل ما تموت. طبعا احنا بنحكي المبعوث، يعني ما نعرفش الكلام ده يعني صحيح 100% ولا يكون مثلا بوجهات نظر مختلفة، لكن انا بحكي لكم. بتقول لها انه البنت كانت بتقول لامها موتي بقى كفاية كده، لانها كتبت لها خلاص من 6 سنين كل حاجتها وانتهى الامر. ده غير ان البنت دي ما بتحبش تشوف اخواتها ولا ولادهم كويسين ابدا، لدرجه ما حماتي بقت تنصر الغريب اللي مش محترم على ابنها عشان بس انا المهم يعني حماتي وبنتها بقى كانوا بيسبوا شرف حريم ولادها ومش عارفه ايه الفكره. بس انه هو طبعا قد يكون بتبقى ساعات اخت الزوج يعني اي كلمه او بتاع بتاخدها بنفس غير راضية، يعني على محمل شخصي. لكن فكرة انه الام بقى، يعني فكرة انه ام تتميز حد دون حد، انت قلتي لي انه يمكن عشان هي وحيدة وهم ست الرجالة، فساعات يقول لك دي بنت مستضعفة فنفضل ايه لا ده لاخواتها ياكلوا حقها فنكتب لها، فالموضوع يتقلب ضد، يعني احنا بنبرر. هو فعلا الموضوع اتقلب ضد، لان الام دي عملت ايه؟ هي غزت في البنت، عارفه زي ما بيقول فرعنه او نرجسيه شديده، انه بقيت انا امتلك كل شيء، فانا المتحكم الوحيد فيك، حتى امي انا خلاص ما بقاش ليكي لازمه بالنسبه لي، ما انا خدت كل حاجه. وبتبقى حساسيه شديده جدا بين الاخوات، يعني الاباء والامهات اللي بيعملوا كده وبعد عمر طويل بيتوفاهم الله يا دعاء، هم مش عارفين الكارثه او المصيبه اللي سابوها بين الاخوات دول. يمكن احنا قدام الام او الاب مضطرين نعامل بعض كويس، انا بعامل اخواتي كويس مثلا عشان ماما ما تزعلش مني، لكن بعد ما ماما بتتوفى انا ايه اللي يجبرني بقى ان انا عامله كويس؟ ما انت كنت بتتعامل كويس جدا على حياه عين ماما مثلا، او انا كنت مضطر اعمل كده علشان ما زعلش امي فربنا يغضب عليا. لكن بعد ما امي تتوفى ايه اللي هيضطر الاخوات ان هم يفضلوا مترابطين ببعض لو هم ما بيحبوش بعض؟ لو هم ما بيحبوش بعض انما لو تفرقه الام. ده اللي انا بقوله. في امهات تانية دعاء ذكيه جدا، تيجي تقوليها ماما انت بتحبي مين اكتر؟ فدايما ماما حتى الله يرحمها كانت دايما تجاوبني الاجابه دي، اللي هو طب انا مين فيهم؟ يقول لك الصغير حتى يكبر، والمريض حتى يشفى، والغائب حتى يعود. طب لو انا مش من الثلاثه دول انا ايه؟ قالت لي لا، تقول لك لا انت الكبيره، انت اول فرحتي.